خلونا نروح للقوة الناعمة، لأن بنتكلم على امبارح كان في حدث، والحدث ده مهم يمكن استمر لمدة 15 سنة، يعني بينظم كل عام وشارك فيه أكثر من 215 دولة. بنتكلم عن افتتاح فعاليات الدورة الـ15 من مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية اللي هيستمر لحد يوم 24 سبتمبر، وبيشارك فيه السنة دي 30 فرقة مصرية وأجنبية. تعالوا نتابع التفاصيل من خلال هذا التقرير. تحت شعار رسالة سلام للعالم انطلقت فعاليات مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية في دورته الـ15، وده خلال الفترة من 17 لـ24 من سبتمبر الجاري. المهرجان بيقام بمشاركة أكثر من 30 فرقة من الفرق المصرية، ده غير فرق الجاليات الأجنبية المقيمة في مصر، وكمان كندا بتشارك لأول مرة السنة دي، وده مع إقبال كبير من الجماهير للاستمتاع بأجواء المهرجان. مهرجان سماع الدولي دي الدورة الـ15 بيقام برعاية وزارة الثقافة، الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة وقطاعات الوزارة المختلفة، وبالتعاون مع مؤسسة حوار لفنون وثقافات الشعوب ووزارة السياحة والهيئة العامة للتنشيط السياحي. بيقام المهرجان في الفترة من 17 إلى 24 على مسرح السور الشمالي وفي قبة الغوري وقصر الأمير طاز وبيت السناري والمتحف الأديان. هتقام في احتفالية دولية كبيرة بتجمع بين التراث القبطي والإسلامي، ده يوم 22 بمصر القديمة، مجمع الأديان مصر القديمة. الدول اللي بتشارك في المهرجان قلنا بتشارك الهند وكندا والأردن والمغرب والسودان وجنوب السودان واليمن وفلسطين ورومانيا وأذربيجان واليمن ومصر طبعا، الى جينا فرق مقيمه في مصر من سوريا. المهرجان طبعا غني عن التعريف وغني عن ان احنا نتكلم عنه، بس حابب اوجه ان المهرجان بتاع النهارده او مهرجان سماع عموما بيقدم رساله لكل العالم، وبيقدم رساله سلام لكل مصر ولكل العالم في ان الناس تحب اكتر الروحانيات وتحب أكتر مجال الإنشاد والفن عموما، لأنه بالشغل اللي بيعملوه ما شاء الله عليهم، ودكتور انتصار طبعا من كتر اللي هو بيعمله من كتر المجهود اللي بيبذله ما شاء الله، مخلي الناس كلها في مصر حابة المكان وحابة الأجواء، والإقبال بيبقى عليه أكتر بكتير ما شاء الله من كل مرة، يعني كل دورة بتبقى أكتر من اللي قبلها، وإحنا حابين إن شاء الله إن إحنا نخلي العالم كله يقلدنا في الحاجة اللي احنا بنعملها دي. أنا شوف هنا يعني دي ممكن مرتين، يعني قبل كده ممكن في رمضان مهرجان في رمضان، ودلوقتي أنا شوف يعني ده أول مفتوح دلوقتي صح، وأنا بشوف يعني كتير الناس اللي جاي، ودلوقتي حلوة جدا عشان في كراسي كتير وكده. أول مرة أصلا أجي، وعشان صاحبتي بتشارك مع الفرق اللي موجوده فانا حبيت اكون موجوده وبشجعها، يعني ويبقى تجربه مختلفه. ده حلو قوي ومشجع جدا، لانه انت هتيجي مش بس هتشوف مصر، انت هتشوف حاجات تانية، وحتى الفرق وهي جايه يعني اشكالها حتى اللبس وكده، فده مختلف فبتخليكي تعرفي حاجات مختلفه انت مش دايما بنكون شايفينها. هو مهرجان كويس جدا، بينشر الانشاد الديني بالنسبه يعني هو الانشاد الديني موجود في مصر من زمان، بس هو بالنسبة لنا يعني بيوسع الفكرة أكتر. يعني مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية بيهدف لإحياء فن السماع بأشكاله المختلفة، وده اللي بيساعد على نشر ثقافة الحوار والتواصل الإنساني بين الشعوب. جيرمين إبراهيم، صباح الخير يا مصر.